او هو اللي مش فاهم الموضوع صح. هو يمكن لو فهم نفسه كويس وعارف علم النفس كان عارف ان لا المشاكل ولا التجارب السيئه ولا اي حاجه في الدنيا ممكن توقف الانسان. يعني بصراحه السعاده قرار، انا قررت ابقى سعيد، قررت اني اقابل مشاكلي بالتقبل والرضا، واي حاجه عدت عليا بطلع بدرس منها، لكن ما بتبقاش خلاص شايلها على كتافي وماشي بيها. انا مريت بتجارب صعبه، طب ما كل الناس بتمر بتجارب، هي الحياه مش هتبقى حياه من غير ضغوط وتجارب وتحديات. فانا كل القصه ان انا بطلع من التجارب دي النتيجه، لكن مش بمشي شايلها وطول الوقت بشتكي وبتألم، والا اللي فاضل في حياتي كمان هيعدي بنفس الطريقه اللي عدى بيها اللي فات. فانا بقول للناس اصحاب التعليقات دي انه انتوا تقدروا تبداوا في اي سن وباي امكانيات وتقدروا تعيشوا. انت لازم تقرر تعيش، تقرر ان اللي فاضل في حياتك تستمتع بيه. بص على الحاجة المتوفرة في حياتك، هتلاقي وفرة كتير قوي، هتلاقي حاجات جميلة عندك ومش عند ناس تانية. لكن لو دايما بصيت على اللي ناقصك، اللي ناقص في حياتك هيزيد. طيب انا طالما كده كده عايش، ما حاول اعيش احسن، ما حاول احس بالنعمة اللي موجودة مهما كانت قليلة، شكري لله عليها هيزودها. انا ما قررت ابدا دراسه علم النفس من 8-9 شهور، ناس كتير قالت ازاي تبداي وانت داخله على 50، الكلام ما رجعنيش. انا عايزه اغير حياتي واغير الكارير بتاعي، فقررت وبدات الدراسه وخلصت الدبلومه الحمد لله، وبدات فعلا اشتغل كمرشد نفسي واستشاري علاقات، فما فيش حاجه مستحيله. طيب ناس كتير يعني عايزه تعرف حضرتك ام الاولاد ولا لا، متزوجه ولا لا، يعني في ناس كتير عندها اعتقاد ان السيده اللي بيبقى عندها اولاد بيبقى عندها مشاكل وتحديات كتير، ما بتبقاش فاضيه لل يعني حاجات كتير كشغل او يعني. كلمينا حضرتك، هل فعلا هو انا يعني اتجوزت وانا عمري 23 سنه، وكانت قراري وقتها ان انا اترك العمل واتفرغ للبيت والاولاد، واقتنعت وقتها بالكلام ده، ودي كانت من الاخطاء بصراحه اللي انا وقعت فيها، لانه الشغل عمره ما يتعارض ابدا مع دورك كزوجه وام، بالعكس.